بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا معكم من قناة قاموس ومجلة جاج، وأيضا استوديو سمارت على التليجرام 40.16، وأيضا معنا القناة الخارجية أو الإذاعة الخارجية مسمى سمارت 53.97. طبعا موجودين نحن على التليجرام. وهنا أود أوضح عن الدراسة والعلم الحديث اللي هو سما زائد آرت. طبعا المسميات الاسم من ساينس وماث، وآرت يخص مسار سما. الآرت الذي يخص مسار سما هو علم التصميم، ومسار آرت هو مسار الإبداع. الآرت هنا الفن الإبداعي اللي هي الابتكارات. وعندنا الآر قراءة التقنية، الآر تي. فهذه أربع مناهج، ولكن لن تكون متوازية. يعني الطلبة المستهدفين من 12 سنة إلى 16 سنة لهم منح دراسية، يعني يدرسوا بقيمة المنهج. طبعا ننتهي من كل فصل على حدة، يعني نبدأ بعلم التصميم مدة 10 أسابيع من 5/12، يعني 5 ذي الحجة إن شاء الله العام المقبل، ويكون المنهج جاهز في 15 ذي القعدة، يعني التسجيل. طبعا المستهدفين للدراسة ضمن هذا المنهج من 12 سنة من البنات والأولاد، لكي انتهوا من الأربع فصول. النتيجة النهائية بإذن الله بعد 5/11، يعني الاختبارات حتستمر لو اختبار التخرج، يعني الدراسة سنة، ثم في تطبيق السنة الثانية تطبيق على الدراسة. فبغض النظر عن الساعات، يعني ما حيكون هناك رسوم للساعات. طبعا هي ساعات جامعية، يعني مثلا المادة الأولى علم التصميم ممكن تكون 4 ساعات في الأسبوع لمدة 10 أسابيع، يعني هنا 40 ساعة. عندنا 5 البداية، وبعدين 10، وبعدين 15، وبعدين 20، بعدين 25 في شهرين، يعني كل شهر 5 أسابيع. طبعا نحن ما بنمشي بالأحد والسبت بالأرقام، يعني كل شهر في 5 أسابيع، يوم 5 يعني 5 أيام. هذا الجدول المريح اللي مكتوب في الجدول عندنا البداية، وبعدين الاختبار، يعني اللي يدخل في الفصل الأول يتعلم علم التصميم، يدفع قيمة المنهج ما تحدد، ممكن يكون 60 دولار أو 30 دولار، يعني ممكن يكون 30 دولار. ليش؟ لأنه نريد الناس يستمروا، ثم يدفع 30 دولار لي، يعني كل المنهج
بعد ما يتخرج طبعا. إذا ما تخرج يعني عنده إعادة أساس يحضر الاختبار فما يدفع، فبدل 4 ساعات في حساب التصميم ممكن يكون عنده 6 ساعات إذا في الاختبار ما اجتاز، أو 8 ساعات أو حاجة زي كده، اللي هي فرصة لأنه يدخل الاختبار الثاني مع رفع المادة. طبعا اللي ما نجح في الاختبار الأول ينجح في الاختبار الثاني يحمل المادة، يعني زي الدراسة الجامعية إذا ما أخذ النجاح. طبعا في اختبار نصفي اللي هو 5/4/1444 هجرية، اللي هو طبعا الشهر الرابع ربيع ثاني، محرم صفر ربيع أول ربيع ثاني. طبعا المادة أو الاختبار الأول انتهى من مادتين، الاختبار النصفي انتهي من علم التصميم وحساب التصميم، يعني كيف يصير التصميم له حسابات ومقاسات وحاجة زي كده. طبعا ستحدد يعني مواضيع للتصميم يتم تحديدها في المنهج، يعني ممكن كذا 5-6-10 تصاميم يختاروها المجموعات. طبعا المتقدمين يكونوا 50 لكي إن شاء الله يتخرجوا. طبعا اتخرج من أو نجح في النصفي، لو ما نجح معناته تزيد عنده الساعات، يعني في مادة ما نجح فيها وكذا تزيد عنده الساعات في النصف الثاني، يعني بدل 4 ساعات ممكن ياخد 8 ساعات في الأسبوع. الفن الإبداعي في النصف الثاني، لأنه كل فصل عندنا 4 فصول 10 أسابيع، والتواريخ موجودة بالأشهر الهجرية، فالالتزام في البداية والاختبار. يعني اللي ما يحضر هذه مش مشكلة، لأنه يصعب عليه الاختبار، لأنه كل 5 حصص يعني عندنا أنت 10 أسابيع، ففي حصص كل يوم 25، يعني عندنا 5 في 5 25 حصة كل شهر. بعدين في قراءة التقنية أو الفن الإبداعي في النصف الثاني والقراءة التقنية، وموجود التواريخ الدخول في أوفرلاب أو في بين قراءة الفن الإبداعي مع قراءة التقنية في تداخل، لأنه كله مستمر 25، يعني 5-7 يدخل معاه قراءة التقنية عشان يستعد للاختبار النهائي. طبعا القراءات والكذا عشان انه يحضر اختبار النهائي. اختبار النهائي هو اختبار التخرج، قد في بعض من 50 مثلا في 20 أو 30 ما يتأهلوا لاختبار التخرج، ممكن يعني يكون في تعويض في وقت آخر، إنما اللي ينجحوا في كل 4 مواد أو اجتازوا فالاختبار حيكون مدة شهر من 5/10 إلى 5/11، يعني مثلا لو كان هو الاختبار 5 أيام ففي ناس يجدولوا من 5/10 ل 10/10 وهكذا. الاختبارات يعني مدة أسبوع لكل شخص أو كل مجموعة وكذا، فلو كان عندنا 50 يعني كل 10 يتجدول اختبارهم. طبعا اللي ما يحضر الاختبار مش حيتخرج، يعني ما اعتقد في وقت الاختبار نقدر يعني نجدوله في هذا الوقت الى 5/11. اهم شيء المستهدفين من 12 ل 16 اذا تخرجوا حيكونوا في السنة القادمة في 5 ذي الحجة 1444 اللي هو 5/12 حيبدأوا تدريس الطلبة في 4 ابتدائي،
يعني يتأهل يدرس رابعة ابتدائي، كل واحد يدرس مثلا درس 10 درس 20 30، بحيث أنه الطلبة يبقوا مع إذا تخرجوا من رابعة ابتدائي يدرس خامس وسادس. طبعا هنا رابع وخامس وسادس حيكون مو بشراء المنهج، حيكون بالساعات، يعني الساعة $60، يعني بمعنى لأنه هي زي يعني سنة رابع ابتدائي بالإنجليزي التدريس، أو كأنه دخل مدرسة أجنبية في العلوم والكذا، يعني درس العلوم بالإنجليزي والحساب والإبداع وكذا كله في القاموس في الإنجليزي، عربي وإنجليزي، عشان طول السنة يفهم يعني عندنا قاموس حيتكون مرجع للطالب اللي تخرج، يعني للمدرس نفسه، بحيث انه يقدر يتكلم بالعربي ويدي مثلا آرت، هو فن إبداعي وكذا، وحتكون كمان طريقة مثلا الرسم الهندسي. وطبعا المدرسين مهندسين، المدرسين لتخريج الطلبة مهندسين، يعني في 2 مهندسين مدرسين، مهندس عنده ماجستير، وكلهم عندهم خبرة ما تقل عن 20 سنة في مجال التقنية والهندسة. فنرجو من الجميع التسابق. طبعا في اعتقد انه يكون في مثلا 30% اللي هو 30 شاب وشابة من مصر و20 من خارج مصر. السنة القادمة ستكون الاختبارات في المدينة المنورة، يعني 1445، ونشوف إذا في مكان في مجال إنه في 1440 اللي هو شهر 10 تكون اختبارات في المدينة المنورة، يعني إما القاهرة إما المدينة المنورة، يعني الاثنين متاح. حبيت أوضح المناهج والبرامج، وهذا تقريبا يعني في فائدة للطلبة اللي هم في السنة القادمة انه يدرسوا كأنه دخل مدرسة أجنبية، فقط بقيمة الساعة $60، فلو كانت 16 ساعة يدرس الساعة $60، يعني مثلا $600 قيمة الدراسة فقط في السنة كاملة، $600 أو يعني حاجة بسيطة أقل تكلفة من المدارس الأجنبية، وأفضل لأن المناهج ستكون بإشراف مهندسين وبإشراف الطلبة الخريجين من البرنامج. فهذا الهدف إنه عندنا سمارت، هي مواكبة التقنية الحديثة، مثلا الطاقة والإنترنت of things، الأشياء اللي هي إنترنت الأشياء اللي كثير طبعا ما دخلت في المناهج، كثير يجهلوها من الكبار كمان، زي مثلا الطاقة البديلة، الطاقة الشمسية، وإنتاج الماء من الهواء، وإنتاج الغذاء بدون كهرباء وبدون ماء، بدون كهرباء وبدون ماء، مثلا زي القمح والشعير وكثير من الأغذية، وحتى يعني إنتاج المباني، أو يكون في مواد للمباني أقل تكلفة، ويستطيع الإنسان أنه يبني بيته بنفسه بيده. يعني أكتفي بهذا القدر وشكراً.